لما النهاردة يعرض قانون للإصلاح، وبعدين هذا القانون وجهة نظر نواب الشعب ان هو ما يقرش، حاضر مفيش مشكلة، لكن خلي بالكم انتوا بتطالبوني بالإصلاح والتقدم، وهو تفتكروا ان الإصلاح والتقدم ضريبة سهلة؟ لا لا، خلي بالكم المسؤولية بتاعت شعب مصر والولاد دول دي مسؤوليتنا كلنا، بكرة بتاعهم ومستقبلهم. احنا مش بنعيش احنا فقط، احنا مش بنعيش احنا بس، احنا بنعيش ولازم نستعد ان احنا نوفر لابنائنا دول واحفادنا مستقبل كويس. اوعوا تتصوروا ان الاصلاح كده، و دي أمانة في رقبتنا. قبل ما تقول الكلمة ادرس الموضوع كويس. أنا قلت ثلاث حاجات قبل كده في الموضوع دوت، قلت أول نقطة فيهم يا ترى اللي ما يقرب من 7 مليون موظف مصر محتاجة منهم كام؟ محتاجة كام؟ محتاجة يمكن يكون مليون. الستة موجودين معانا ولا مش موجودين؟ موجودين، ادي اول اعتبار، لان ورا منهم اسر احنا حريصين عليها ان احنا كلنا مع بعض. النقطة التانية اللي قلتها، هل يا ترى في حد مرتبه هيقل؟ لا، ده تاني اعتبار. تالت اعتبار قلت يا ترى الأموال أو الزيادات المفترضة هيتم حسابها ولا لا؟ التلاتة دول. لكن غير كده أنا بصراحة أنا بكلم كل الناس اللي بتسمعني، أنتوا بتكلموا الدنيا كلها ظروفها الاقتصادية صعبة، ومصر مش بعيدة عن الظروف الصعبة ديت. أنا هقول كلمة بس أرجو إن الناس ما تقولهاش، أرجو إن الناس ما تقولهاش. ما لو قلت لكم تعالوا نتنازل شوية لأجل خاطرها هتقولوا إيه؟ لو سمحتوا. لا لا، الكلام ده أنا بقوله دي أمانة في رقبتنا، لا هي بالمجاملة ولا بالمزايدة. الشعوب بتحيا بالإخلاص وبالأمانة وبالشرف والتصدي والتضحية والصبر والجلد، لكن غير كده لا. أنا كان لازم أقول الكلمتين دول، وأرجو إن محدش يتصور إن أنا بنتقد حد، لكن أنا حبيت أقول لأني أنتوا حملتوني المسؤولية هنا، والمسؤوليه دي انا لوحدي ما اقدرش، وانا ما قلت من الاول قلت لكم لوحدي مش هقدر، احنا هنقدر كلنا مع بعض. وانا بصارحكم بصراحه ليكم كلكم، اوعوا تفتكروا ان الامر يسير وسهل. احنا 90 مليون وجوانا ناس قاعده تاذي فينا وتدمر فينا وتقتل فينا، ولا اللي حوالين مني دول ايه؟